أهلا بكم. تحركات دبلوماسية نشطة شهدتها وتشهدها العاصمة الفرنسية باريس وعواصم أخرى معنية بتطورات الأزمة السورية، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لمؤتمر جنيف 2 في 22 من الشهر الحالي. وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف يسعيان لترتيب وقف محدود للقتال في سوريا التي سارع نظامها إلى القول بأن أي شرط مسبق للمؤتمر سيؤدي إلى فشل المؤتمر. تخرج اجتماعات باريس المكوكية كل ساعة بحل لمشكلة كانت تعيق عقد مؤتمر السلام حول سوريا بعد تأجيل استمر أكثر من 10 أشهر. الحلول الإيجابية بدأت بتقديم ضمانات تطالب بها المعارضة السورية ولم تنتهي باتفاق وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة للضغط على طرفي النزاع لتنفيذ وقف إطلاق النار في مناطق محددة من سوريا ابتداء من حلب. تحدثنا اليوم عن إمكانية محاولة التشجيع على وقف لإطلاق النار، ربما يكون وقفا لإطلاق النار في حلب، واتفقنا على العمل لنرى إذا كان يمكن تحقيق ذلك. المعارضة وافقت إذا وافق الأسد. المؤشرات الإيجابية وصلت إلى حد إعلان كيري أن لافروف أخبره باستعداد الحكومة السورية لفتح طرق للمساعدات الإنسانية وفك الحصار عن عدة مناطق على رأسها الغوطة الشرقية. ناقشنا كل المواضيع المتعلقة بالممرات الإنسانية، وأنا مسرور لأصرح بأن وزير الخارجية لافروف أشار إلى أنه أجرى محادثات مع النظام، وأن النظام يمكن أن يكون جاهزا لفتح بعض الممرات لا سيما في الغوطة. وتحدث كيري عن اتفاقية لمبادلة السجناء والأسرى بين النظام والمعارضة، لكن المحادثات بين المسؤولين الغربيين لم تجد حتى الآن حلا لقضية حضور إيران، فواشنطن عادت لتؤكد أن إيران ستدعى في حال اعترافها بمقررة جنيف 1. إيران عليها أن تعلمنا وتعلم الأمم المتحدة أنها تأتي من أجل تحقيق أهداف جنيف 1. لكن لافروف اعتبر أنه يجب دعوة كل الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية. من المهم دعوة كل الأطراف الخارجية المؤثرة في هذا الصراع والتي يجب أن تكون ممثلة في هذا الاجتماع كالسعودية وإيران. حاليا كل المؤشرات تتحدث عن أجواء إيجابية فيما يتعلق بجنيف 2، فتصريحات المسؤولين الغربيين خلال اليومين الماضيين أجمعت أن هناك قرارا دوليا لعقد مؤتمر جنيف ومحاولة إنهاء الصراع الدائري في سوريا. ماريا شحادة، العربية. أذهب إلى موسكو الآن. تنضم إلينا من هناك لينا سوفونينا مديرة مركز الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية. سيدة لينا، أهلا وسهلا بك. بعد التصريحات التي سمعناها اليوم من باريس، هل يمكن القول أن الأرضية باتت جاهزة تماما لانعقاد مؤتمر جنيف وبحضور المعارضة السورية أم لا؟ يعني الأمور ليست محسومة نهائيا بعد بالنسبة إليك. نعم، رغم الشكوك بأن مؤتمر جنيف 2 حينعقد في وقته، وزير خارجية روسيا سيد سيرغي لافروف قد أكد بأن تاريخ 22 يناير هو أفضل تاريخ لإنعقاد هذا المؤتمر، وغير مفضل أن يتأجل مرة أخرى، وأشار بذلك إلى تحمس الوسطاء الدوليين لإنعقاد مؤتمر هذا، رغم أن موقف المعارضة لحتى الآن غير واضح. في نفس الوقت روسيا الآن حتكثف اتصالاتها الدبلوماسية، ومن المتوقع زيارة وزير خارجية إيران في يوم الخميس إلى موسكو، وبعدها مباشرة حيأتي وزير خارجية سوريا، وهذا لأن روسيا تعتقد بأن دور دولة إيران في إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة ممكن أن يكون مهم للغاية. طيب، هل أعطت موسكو، سيدة لينا، هل أعطت موسكو ضمانات للأمريكيين بأن الرئيس بشار الأسد لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أم أن موسكو ليست في وارد إعطاء ضمانات من هذا القبيل لأحد؟
أنا متأكدة أنه ليست هناك ضمانات من قبل موسكو من شان المصير السياسي لرئيس بشار الأسد. هذا الحديث سابق لأوانه، ولكن موسكو عد أن يناقش هذا الموضوع من خلال مؤتمر جنيف 2، وموسكو تفضل أن تتم المناقشات الرئيسية حول هذا الشيء، حول الانتخابات القادمة في سوريا ما بين السوريين أنفسهم، لأن ممثلي الحكومة وأيضا ممثلو المعارضة عليهم أن يشاركوا في هذا المؤتمر وأن يقرروا مصير بلادهم. جيد. من موسكو لينا سوبونينا مديرة مركز الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.